رياض هو أحد هواة فن الرسم في مدينة عدن. جمع بين الموهبة الفطرية وبين تعلمها، فالتحق بمعهد لتطوير فنه ورسم العديد من اللوحات الفنية. ولعل ما يميز ريشته هو تجسيد تراث مدينة عدن، فهذه أحد لوحاته التي جسد فيها العديد من معالم المدينة مثل باب العقبة وصهاريج عدن وقلعة الصيرة وغيرهم. طبعا مشواري كان كموهبة، أتبنت الموهبة هذه كمدارس الابتدائية والتعليم الأساسي، والموهبة والإبداع هذا اتطور إلى دراسة على مرحلة يعني كمعهد، مثلا معهد الفنون الجميلة سابقا والآن معهد جميل غانم. وكغيره من المبدعين يشكو رياض مما خلفته الحرب الأخيرة على المدينة، خصوصا أن ارتفاع الأسعار المتزايد الذي أثر على سعر عدة الرسم بات يشكل معوقا ويمثل قيدا على إبداعهم. فأنا بحاجة إلى من يهتم في الجانب الفني هذا كوزارة الثقافة مثلا، المحافظ، كمأمور مديريات. ها هي المرأة اليمنية تشارك في مختلف الفنون وهي حاضرة في مجال الرسم. أصالة إحدى هواة الرسم قدمت مشاركاتها في معارض عدة، وحيث تميزت لوحاتها بتأثرها بالأوضاع التي تمر بها العاصمة المؤقتة عدن. فأني حابة نوعا ما أسوي معرض شخصي خاص بأصالة الفنانة التشكيلية، يحوي لوحاتي القديمة ويحوي لوحاتي الجديدة، يعني مش مجرد لوحات صغيرة، يعني ممكن 50-60 لوحة أنعرض فيه، يكون يحكي كل قسم باللوحات يحكي رسالة معينة. يشكو هواة الرسم في العاصمة المؤقتة عدن من تهميش الجهة المختصة للفنون بأنواعه وتجاهل دور الرسم في تطوير الفكر ونشر رسالة السلام. حنين جمال، بلقيس، عدن.